عايزه اتكلم مع حضرتك في الجزء دوت، وشايف الاهتمام ده ازاي ينصب في صالح الكوره المصريه. مش عايزه اقول هنا اهلي وزمالك، عايزه اتكلم الصالح العام، صالح المجال الرياضي والكوره، ازاي نستفيد من ده، وخاصه انه ده حدث لم يحدث يعني كثيرا، اول مره يعني في التاريخ، اول مره، مش عارفين هيبقى اخر مره ولا لا. يعني هو طبعا اول مره في التاريخ حاجه زي تحصل، اهلي وزمالك بيوصلوا لنهائي البطوله دي. فاذا كان هناك طبعا اهتمام كبير من الاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الافريقي ومجالس ادارات الناديين واعضاء الناديين وجماهير الناديين، فبيمثل قدر كبير فعلا من الاهتمام بهذه المباراه، لان هذه المباراه بتقام وكل الجماهير وكل محط انظار العالم كلها على هذه المباراه، مباراه تاريخيه ولا اول مره تحصل في تاريخ الكره المصريه. وزي ما انت الجو العام كله النهارده التساؤلات كلها اهلي وزمالك.